معرض الإسكندرية للكتاب هو معرض من المعارض المهمة لمحبي وعشاق القراءة. لتفاصيل أكثر معانا على الهاتف الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية والمشرف العام على المعرض. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك فندم. يعني في البداية عاوزين نعرف بقى من حضرتك تفاصيل أكثر عن الاستعدادات ومدى الجاهزية لانطلاق فعاليات معرض الكتاب النهاردة. وإن شاء الله النهارده هيفتتح الاستاذ الدكتور مصطفى الفقي والسيد المحافظ محمد الشريف المعرض بساحه المكتبه. طبعا عملنا تجهيزات عاليه جدا طبعا بسبب جائحه كورونا من حيث التباعد، وكذلك هيبقى داخل قاعه المؤتمرات. المعرض ان شاء الله هيضم اكثر من 65 دار نشر طبعا من جميع انحاء الجمهوريه، مع حضور ضعيف من الدول العربيه، يعني هناك من السعوديه و الحضور الضعيف ده بسبب جائحه كورونا ولا عدم الاقبال على المعرض ده بشكل عام، يعني بخلاف معرض القاهره الدولي للكتاب؟ بسبب الاجراءات الطيران طبعا والتجديد وكده بين الدول وبعضها. لان انا حتى عندي في الويتنج حوالي 20 ناشر ما قدرناش نسكنهم بسبب ان ما فيش اماكن زياده، فكان في اقبال كبير جدا من الناشرين على هذا المعرض. ال 20 ناشر دول من الدول العربيه او الدول الاخرى؟ الدول الاخرى متواجده معانا سوريا ومتواجد السعوديه وبعض طبعا دور النشر العربيه اللي ليها مقر في مصر، ما تحتاجش الى السفر من الداخل او الخارج. فوصلنا الحمد لله دلوقتي 65 دار نشر متواجده بساحه المكتبه وبمركز المؤتمرات بمكتبه الاسكندريه. طيب دكتور محمد، عايز اسال حضرتك عن الخطه التسويقيه او ازاي بتروجوا ل يعني هذا المعرض ودور النشر والمشاركين في المعرض، سواء بنتكلم على ترويج على السوشيال ميديا او كمان يعني بين الناس، واحنا بنتكلم انه اسكندريه اصلا في الصيف عدد الناس اللي بتزور اسكندريه غير سكان اسكندريه عدد كبير جدا. بالظبط، وده من احد اهداف طبعا المعرض ان احنا نتارجت ناس اكتر. طبعا دلوقتي نمرة واحد السوشيال ميديا هي الوسيلة الأساسية دلوقتي طبعا في التواصل بيننا وبين الجمهور. عاملين طبعا الويب سايت بتاع المكتبة موجود في على الفيسبوك، صفحاتنا طبعا على السوشيال ميديا عموما بنتابع أول بأول الأحداث بنعلن عنها. ده غير طبعا البرامج الاذاعيه اللي بتبقى موجوده والكاميرات المتعدده اللي بتبقى موجوده من الاذاعه والتلفزيون خلال المعرض. طبعا اللافتات منتشره في الحاجات في المرافق العامه بالنسبه لنا كالانديه اللي موجوده في اسكندريه، هنلاقي لافتات معرض الكتاب محطوطه في كل حته يعني. والحمد لله يعني هو من خلال الريبورتس اللي بيجي لنا من السوشيال ميديا هو مسمع كويس. طيب عايز اسال حضرتك كمان يا فندم عن الاطفال، هل في جزء خاص بالاطفال جوه المعرض؟ لانه دايما بتبقى فرصه في المصايف كمان انه الاطفال تقرا، ودايما كانوا اهالينا واحنا صغيرين ياخدونا يشتروا لنا كتب في المصايف. هو في الحقيقه بالظبط ده اللي احنا عملناه، فيه جناح كامل يضم اكثر من 15 ناشر خاص بالاطفال فقط. تمام، ودول موجودين في قاعه المؤتمرات بحيث برضو الاطفال تاخد فرصتها في التسوق او في الثقافه اللي موجوده، فضمناها كلهم في جناح واحد. طيب يهمني اعرف بقى من حضرتك فكره يعني الاجراءات الاحترازيه المتبعه تحديدا في الندوات والفعاليات والامسيات ايضا الثقافيه التي تقام على هامش المعرض، ايه الشروط الخاصه بها سواء كان في العدد، هل لها مده زمنيه محدده؟ والله عندنا بالنسبة للنشاط الثقافي فإحنا عندنا أكثر من 40 حدث ثقافي تفاعلي أونلاين، فما فيش أي حضور في الجانب الثقافي طبعا لأنه هيبقى كله أونلاين من خلال برنامج دسم كده معمول وخفيف. بيبقى عندنا ثلاث محاضرات يوميا بتبث من خلال موقع مكتبة الأسكندرية وعلى السوشيال ميديا. اما بخصوص الاجراءات الدخول فبنتبعها زي ما بنتبع زي الاجراءات زي ما بنتبع دخول الجمهور المكتبه عندنا.
طبعا الدخول مجاني تماما، بيبقى في عدد معين بنحدده حسب الكباسيتي، بيبقى عندنا ناس معينه موجودين داخل المعرض. لما بنحس ان في تزاحم، ايوه هيبقى في تزاحم، بنوقف لغايه ما الدفعه اللي جوه تخرج، وبعد كده بندخل مثيل ليها عن طريق إدارة الأمن عندنا موجودة. وطبعا التباعد بين الناشرين ده موجود، بالإضافة إلى التعقيمات، وأن كل يوم المعرض بيتعقم الصبح وبالليل، بالإضافة طبعا للكمامة وهي الأساسية في هذه الإجراءات. نعم، يعني الإجراءات الاحترازية موجودة، ويبقى التزام المواطن أو يعني من يرتد على هذا المعرض، معرض الإسكندرية للكتاب، للالتزام بها واتباع هذه الإجراءات. بنشكرك دكتور محمد سليمان، المشرف على معرض الإسكندرية للكتاب.